بعد نحو 9 سنوات على التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، يقدم الادعاء عناصر الاتهام للمتهمين المنتمين لحزب الله. المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تشكلت بقرار من مجلس الأمن، كانت دوما موضع خلاف في لبنان. فهل ستنجح المحكمة بما لا يدع مجالا للشك في تحديد من قتل الحريري؟ وكيف لقراراتها أن تحظى بالقبول؟ دائرة الاتهام لا تقتصر على المتهمين الخمسة، وإنما قد تتعدى إلى حزب الله وسوريا. فما تأثير ذلك على الوضع اللبناني الداخلي الهش والوضع الإقليمي المتأزم؟ هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة. أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي، أنا فدا باسيل وأرحب بضيوفي. من بيروت خالد زهرمان، النائب البرلماني عن تيار المستقبل، ومن بيروت أيضا قاسم قصير الكاتب الصحفي، ومن طرابلس الليبية الدكتور الهادي شلوف أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية وعضو المحكمة الجنائية الدولية. ولكن قبل أن نبدأ الحوار نتابع معا هذا المقطع الذي يعكس بعض الآراء المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري. الاتهامات هي التآمر لارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستخدام مواد متفجرة، والقتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مواد متفجرة، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مواد متفجرة. مصطفى بدر الدين، سليم عياش، حسين عنيسي وأسد صبرا، كما تبدي الأدلة، تآمروا مع آخرين لارتكاب هذه الجريمة الإرهابية التي أدت إلى اغتيال رفيق الحريري. نحن نتهم بدر الدين وعياش بأنهما تآمرا مع آخرين لتدبير الهجوم، وعنيسي وصبرا كانا متواطئين معهما. المحكمة الدولية لأجل لبنان انطلقت، ومسار العدالة لن يتوقف ولا جدوى بعد اليوم من أي محاولة لتعطيل هذا المسار. إن حماية المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، والإصرار على عدم تسليمهم إلى العدالة، هو جريمة مضافة إلى الجريمة الأساسية الكبرى. بالذات هذه المحكمة سياسية سيئة أكثر ما تتصور، ونتمنى أن نخلص من هالمحنة، لأنه لبنان قضى 8 سنين من المشقات والمتاعب كرمال وضع المحكمة وقصص المحكمة. المحكمة الدولية نتائجها بتكون بعيدة المدى مش قريبة، وبتصور كمان أنه حيكون لها تأثير على الوضع الداخلي بلبنان، يعني على المدى البعيد. بس هي بالنهايه هي خطوه منيحه بالنسبه لقيمه القانون للبنان وقيمه العداله بالنسبه للشعب اللبناني. سيد زهرمان، ابدا معك. اذا انطلقت المحكمه بعد 9 سنوات من الانتظار، هل حملت الجلسه الاولى اي جديد من حيث عناصر الاتهام، من حيث المتهمين والاستناد التي استندت عليه المحكمه وحيثياتها؟ لابد من الاشاره بان اليوم هو اليوم الاول، وهو جزء بسيط من الادله التي ستعرضها هيئه الدفاع امام المحكمه. ما شاهدناه اليوم هو لم يفاجئنا في العناوين الكبرى، ولكن لابد من الإشارة بأن هناك الكثير من التفاصيل التي ذكرت خلال مداخلة الادعاء، وهذه التفاصيل ترسخ قناعتنا بأن الاتهام الذي وجه إلى الأشخاص الخمسة المتهمين
هو اتهام يستند إلى أرضية صلبة طيب. وليس اتهام اعتباطي كيف كما يحاول الفريق الآخر يعني تصويره. كيف تأكدتم من ذلك وأنت يعني بنفسك أعطيكي إلى مثلاً حد الآن سيد زهرمان هو جزء بسيط من الأدلة ونحن لا نزال في الجلسة الأولى. نعم ولكن أريد أن أعطيكي مثلاً عندما ذكر الادعاء بأن مجموعة الهواتف التي استعملت لرصد حركة الرئيس الشهيد رفيق الحريري معطيات الاتصالات أشارت بأن هذه الهواتف كانت تلازم الرئيس الحريري خلال تواجده في لبنان إن كان في قصر قريتم مكان سكنه أو في المجلس النيابي أو في قصر الرئاسي في بعبدة أو في مكان إقامته في جبل لبنان. طيب. كل هذه المعطيات وأن هذه الهواتف تتوقف عن العمل عندما يكون الرئيس الشهيد مسافرا وخارج لبنان. طيب سيد كل هذه التفاصيل لم نكن نعلم بها ولكن هذه ترسخ قناعتنا بأن هذه المحكمة تتعاطى بمهنية عالية مع ملف الاغتيال الذي هو بين يديها. طيب سيد زهرمان عندما تقول بأنه ما طرح من أدلة جزء بسيط وتتحدث عن الاتصالات هل تحاول أن تقطع الطريق عما يقولون ويعني أعني بذلك حزب الله الذي قال مرارا وتكرارا بأن الاتصالات يمكن أن تخترق من قبل دول شبكة الاتصالات؟ للأسف حزب الله حاول أن يصور لنا بأن يمكن اختراق كل شيء في موضوع الاتصالات ولكن الحقيقة خلاف ذلك. الحقيقة وعندما أقول الحقيقة أستند إلى معطيات من اختصاصيين في موضوع الاتصالات. هناك بعض الأمور التي يمكن اللعب فيها والتدخل فيها ولكن هناك أمور كثيرة لا يمكن التدخل بها وأظن بأن المحكمة الدولية عندما تستند إلى موضوع الاتصالات هناك من ضمن فريق التحقيق اختصاصيين بموضوع الاتصالات عندهم الخبرة الكافية ليحكموا إن كانت هذه المعطيات هي معطيات مقنعة أم هي معطيات قابلة للتشكيك. طيب. للتشكيك بها. من الاعتقاد ولكن جملة ما ذكر اليوم يشير بأن كل هذه الأمور لا يمكن أن تأتي مصادفة. يمكن أن نشك بدليل أو دليلين أو ثلاثة ولكن تجمع كل هذه المعطيات بنفس الوقت تدعونا إلى التأكد بأن الاتهام لا يمكن أن يرقى إلى سيد زهرمان. يعني تقول على ما أعتقد لي يعني ننهي الشك باليقين وأتحول إلى السيد هادي. سيد هادي يعني الاتهامات إلى حد الآن اعتمدت على الاتصالات الهاتفية. يمكن أن تشكل الاتصالات الهاتفية أدوات قانونية كافية للاتهام لا سيما في ظل الحديث أنه شبكات الاتصال يمكن أن تكون مخترقة من دول وهذا ما يتحدث به حزب الله؟ بكل تأكيد هذه مسألة طبعا تقديرية في نهاية الأمر للهيئة القضائية ولكن في جميع الأحوال على المحكمة أن تثبت أو على الادعاء أن يقدم أدلة ضاحضة تؤكد على أن هذه الاتصالات هي قريبة إلى المتهمين أو على الأقل أن يكون المتهمين لديهم ضلع في هذه الاتصالات. وبكل تأكيد هذه مسألة أيضا نحن نعلم أن الاتصالات أيضا هناك دول أخرى تقوم بتسجيل الاتصالات وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية لقد سجلت بعض الاتصالات وأيضا المخابرات الإسرائيلية أيضا سجلت بعض الاتصالات ومن تم قدمت حتى وإن كان الادعاء حتى يومنا هذا لم يستطيع أن يفصح بذلك وإنما قدمت بعض التسجيلات وأعتقد أن الادعاء لربما سوف لن يكتفي بالاتصالات وإنما يجب عليه أن يأتي بشهود يؤكدون ذلك ويؤكدون مصداقية هذه الاتصالات. طيب سيد قاسم يعني السيد زهرمان يقول بأن هذه المحكمة مهنية يمكن الشك بمعطى واحد أعطته هذه المحكمة ولكن لا يمكن الشك بكل المعطيات التي تقاطعت. المدعي العام في أوقات سابقة كان قد تحدث بأنه لديهم أدلة غير الاتصالات.
يعني طبعا علينا أن ننتظر. يعني أنا برأيي لازلنا في اليوم الأول، ما قدم اليوم لم يكن مفاجئا، كل ما قيل اليوم سبق أن تم نشره في مجلة دير شبيغل وفي التلفزيون الكندي وفي الصحف الإسرائيلية وفي بعض الصحف اللبنانية والكويتية، يعني لم يكن مجلة. طبعا موضوع الاتصالات موضوع يعني لا يمكن البناء عليه لوحده، بقية الأمور التي قدمت كانت هي عملية لإعادة رسم خريطة عملية الاغتيال، تفاصيل عملية الاغتيال، بعض المشاهد التي سبق أن عرضت في بيروت خلال إجراء التحقيقات. أنا برأيي حتى الآن لازلنا في البداية، لذلك لا يمكن الحكم على ما قدم مسبقا يعني. بالطبع لا يمكن الحكم، ولكن نحاول تقييم الجلسة الأولى بعد 9 سنوات. صحيح لم نسمع رد الدفاع ماذا يقول، لم نسمع يعني كل التفاصيل، كل الأدلة التي قدمت. طبعا موضوع المحكمة الدولية أو التشكيك بالمحكمة، نحن هناك يعني شكوك ليس في أحيان ببعض التفاصيل، هناك كان في شكوك بأن أليات العمل التي جرت خلال السنوات الماضية شابه الكثير من الإشكالات، سواء من خلال نشر معلومات بالمحكمة، يعني من خلال بعض الشهود الذين تم الاعتماد عليهم ثم تبين أنهم شهود زور، اعتقال الضباط الأربعة ثم إطلاق سراحهم، اتهام سوريا ثم التراجع عن اتهام سوريا. هناك جملة أمور أوجدت شكوك في أداء المحكمة. لذلك أنا برأيي لازلنا في البداية، نحن اليوم هذا اليوم الأول في المحكمة، ما سمعناه اليوم ليس جديدا، سبق أن تم عرضه، وحتى الآن لا توجد أدلة قوية تؤكد علاقة المتهمين بعملية الاغتيال. هناك الآن اتصالات، هناك تليفونات قيل أنها تراقب ومرتبطة بالمتهمين، لم يتم إثبات أن هذه الهواتف كانت مع المتهمين. طيب. لا أدري على ماذا تستند المحكمة لتربط ما بين المتهمين وبين الاتصالات، يعني حتى الآن لا يوجد، إذا فقط أردنا أن نقيم ما قدم اليوم، لا أدري ماذا لدينا. طيب. في الأيام المقبلة قلت سيد قاسم بأنه كان هناك شكوك حول الآليات التي اعتمدت قبل جلسة اليوم، ومن هنا أريد أن أسمع من السيد هادي. سيد الهادي، يعني ما الضمانات القانونية التي تبعد هذه المحكمة عن الشبهات السياسية؟ هل المكونات الداخلية لهذه المحكمة كافية لضمان النزاهة والحيادية، وكيف يتم مراقبة ذلك؟ أولا علينا أن نحدد بأن هذه المحكمة أساسا هي محكمة جنائية دولية خاصة أنشئت على غرار محكمة يوغوسلافيا سابقا، وعلى محكمة رواندا، وأيضا على غرار محكمة سيرليون وأيضا كمبوديا. وبالتالي هذه المحكمة تتبع تبعية مطلقة إلى مجلس الأمن، ومن هنا جميع الدول ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالحريري أو بلبنان. وأيضا هنا القانون الذي سيطبق، أيضا هنا نحن أمام إشكالية أيضا، وهي حلت هذه الإشكالية بأن القانون الذي سوف يطبق هو القانون اللبناني وأيضا القانون الدولي، ومن هنا لم تكن المعايير التي أخذت على سبيل المثال بالمحكمة الجنائية الدولية قابلة للتطبيق على محكمة الحريري أو محكمة لبنان. من هنا المحكمة عليها وعلى المدعي العام، ونحن قد رأينا وتتبعنا جميع هذه الإجراءات منذ بداية تشكيل المحكمة، ثم أيضا كما تعرض ضيفكم الكريم إلى أن تم القبض على مجموعة ثم أخلى طرفهم، ثم أيضا وجهت الاتهامات إلى جهات أخرى، ثم أيضا الادعاء الآن وهو في الجلسة الأولى لا يستطيع أن يقدم جميع الاتهامات جملة منذ اليوم الأول. وأيضا المحكمة سوف تستعين بخبراء متخصصين في مجال الاتصالات، وأيضا ستستعين بدول أخرى بما فيها كما قلت بأن أيضا هناك أدلة قد قدمت عن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق أمام
أماكن التجسس من بينها مركز التجسس ببريطانيا التابع للولايات المتحدة الأمريكية. لقد ضبط أن هناك اتصالات كانت أيضا، وكما هو في العادة أن رؤساء الحكومات لجميع دول العالم هم يخضعون أيضا للمراقبة من الناحية التجسسية لصالح الدول، وبالتالي هناك بعض المعلومات. هل ستكون المحكمة حقيقة شفافة في هذا الجانب، ولربما قد لا تبيد أن تعرض أيضا بعض الأجهزة للحضور أمام المحكمة، لأن الدفاع حتما سيطلب من الجهات التي قدمت هذه المعلومات أو على الأقل آتت ببعض الشكوك فيما يتعلق بالاتهام أو نفي الاتهام. ومن هنا سنرى نحن كما ذكر ضيوفكم الكرام بأننا نحن في طور وفي الجلسة الأولى في الجلسة الافتتاحية، ومن هنا الادعاء سيأخذ وقت لتقديم الكثير من الأدلة، وأيضا الدفاع يعني سوف يقدم أدلة. هل لديك شكوك؟ يعني أفهم من كلامك بأنه لست على يقين تام بأنه هذه المحكمة قد تكون حيادية نزيهة، يعني ليست هنالك شبهات سياسية حولها. بكل تأكيد ليس هناك قضاء في العالم، وليست هناك محكمة بالعالم ستكون ليست حولها الشكوك، حتى وإن كانت محكمة داخلية أو محكمة دولية. ونحن نرى أيضا في المحكمة الجنائية الدولية عندما كلفت بقضية دارفور كانت هناك الكثير من الشكوك. أيضا القضايا الأخرى التي عرضت أمام المحكمة الجنائية الدولية وأيضا حتى أمام محكمة يوغوسلافيا سابقا، وبالتالي الشكوك دائما موجودة. ولكن هنا المسألة أو اللعبة القضائية أو الميكانيزم القضائي على الادعاء أن يأتي بما يثبت الاتهام، وعلى الدفاع أن يأتي بما يثبت أو يدحض الاتهامات، ومن هنا يقع دور القضاء. ولكن بكل تأكيد هذه المحكمة ستكون محكمة علنية، وستكون أيضا محاسبة من المجتمع الدولي. سيد زهرمان، ما تعليقك؟ يعني دائما ما كان هنالك شكوك حول أي محكمة تشكل حتى لو كانت محكمة دولية، هناك تسريب لأسماء بعض الشهود، ما يطرح علامات استفهام حول مصداقية المحكمة. هناك ما تحدث عنه السيد قاسم الذي الإجراءات التي سبقت بدء جلسات هذه المحاكمة وما شابها من تخبط، يعني ألا يشكك أو يطرح ذلك تساؤلات حول موضوعية هذه المحكمة ونزاهتها؟ اولا في موضوع التسريبات، يعني لا اظن بان التسريبات تعني بان هذه المحكمه مسيسه او غير مهنيه. طيب تعني انها مخترقه؟ التسريبات يعني حصلت تسريب اسماء الشهود. التسريبات حصلت. نحن نعلم بان كان هناك لجان تحقيق قبل انشاء المحكمه الدوليه، وكان هناك بعض المحققين الذين تم اغراءهم للحصول على بعض المعلومات. ونحن نعلم بأن رئيس المحكمة كلف أحد القضاة لمتابعة هذه الموضوع. ما أريد أن أقوله بأن هذه المحكمة لديها الآلية الكافية لكي تصحح نفسها. هناك مكتب للدفاع، هناك مكتب للإدعاء، ومن لديه أي اعتراض على أي عمل للمحكمة يمكن أن يعترض على هذا العمل، وهناك الآلية الكافية لكي يحصل كل شخص على حقه. فموضوع التسريبات يتم ملاحقته من قبل رئيس المحكمة، وهناك قاضي يحقق بهذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع غير قانوني، ويجب ملاحقة كل الأشخاص الذين هم وراء عمليات التسريب، ولكن لا يعني أبدا إن إذا كان هناك أي تسريبات لا يعني أبدا بأن هذه المحكمة مسيسة أو هذه المحكمة غير مهنية أو غير عادلة. موضوع التسريبات منفصل تماما عن موضوع عدالة المحكمة، ولكن قد يستخدمه البعض ليسجل بأن هنالك يعني خروقات داخل المحكمة. طبعا يعني بالنهاية الموظفين في المحكمة هم بشر، ولكن هناك آلية لتصحيح هذه الأخطاء، هناك آلية لمعاقبة من هم وراء ارتكاب أخطاء في موضوع التسريب أو في أي موضوع آخر. أريد أن أعلق على نقطة أخيرة أثارها الأستاذ قاسم قصير، بأن ليس هناك أدلة على موضوع بأن هذه الهواتف هي لفلان أو لفلان. أولا ما سمعناه اليوم هو غيض منفيض،
يعني هناك كلام عن وجود أكثر من 12 ألف دليل، فما شاهدناه اليوم هو جزء يسير، وحتى ما شاهدناه اليوم تكلم على أن هناك تلازم مكاني، يعني تلازم مكاني بين الهواتف المشتركة بعملية التخطيط والمراقبة والتنفيذ وبعض الهواتف الخاصة لهؤلاء الأشخاص المسجلة رسميا بأسمائهم، يعني أن هذه الهواتف تبقى في نفس الأمكنة في كل الوقت. واستنادا إلى هذه المعطيات هذه المحكمة استطاعت أن تصل إلى المتهمين. طيب سيد قصير، يعني بالطبع لديك تعليق، ولكن أيضا أريد أن أطرح عليك سؤال. لطالما اعتبر حزب الله هذه المحكمة بأنها مسيسة تشوبها الشبهات، اليوم مع انطلاق المحكمة كيف سيتعامل معها حزب الله؟ هل سيكلف محامين للدفاع عن المتهمين، أم في حال أوجد هؤلاء المحامون سيقال يعني ذلك بدافع شخصي منهم للدفاع؟ حسب معلوماتي أن حزب الله يعني منذ أن عقد أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله مؤتمر صحافي وقدم بعض الأدلة لاحتمال وجود دور إسرائيلي في عملية الاغتيال ولم تأخذ المحكمة بهذه المعطيات، قرر حزب الله عدم التعاطي الرسمي مع المحكمة ورفض أي تعاون مع المحكمة ورفض التعاون حتى مع محامي الدفاع. ولاحظت اليوم أن حزب الله لم يكن لديه أي تعليق على بدء المحكمة، حتى أن تلفزيون منار وهو تابع لحزب الله حرص على تجاهل انطلاق أعمال المحكمة بشكل كبير، يعني ما بدري إذا تم نشر أخبار. يعني ماذا لذلك يا سيد قاسم؟ هل يعني يفتح المجال أو يترك المجال لأي تسويات مستقبلية محتملة وبالتالي لا يتحدث الآن؟ يعني حزب الله يريد أن تقديري، هذه طبعا هذه ليس معلومات ولا أتحدث باسم حزب الله، لكن حزب الله يريد أن يترك الأمور حتى يرى ماذا ستقدم المحكمة من أدلة حقيقية، ويمكن على ضوء ذلك يمكن أن يعني يحدد موقف أو يتعاطى مع الأمور. لكن حتى الآن حزب الله يلتزم الصمت، حزب الله لم يوافق على تكليف أي محامي لمتابعة موضوع المتهمين. حزب الله لديه الآن يعني شكوك حول هذه المحكمة، حتى ما ذكره الأستاذ الكريم من طرابلس أن هناك يعني معلومات قدمت عن طريق إسرائيل للمحكمة، وهذا جعل حزب الله يزداد شكه أن المحكمة قد تعتمد على بعض المعلومات الإسرائيلية أو بعض المعلومات الأمريكية، وطبعا من مصلحة أمريكا وإسرائيل تلبيس حزب الله بهذه العملية. أنا برأيي يعني مع احترامي للذي تحدث عنه الأستاذ خالد زهرمان، حتى الآن لم نلحظ، يعني وهذا ليس رأيي الشخصي، يعني كل الذين اليوم تحدثوا عن المحكمة قالوا أن ما قدم اليوم هو كان معروفا مسبقا ولم يقدم أدلة قوية. طبعا هناك حديث عن وجود 16 ألف وثيقة وسيتم الكشف عنها، هذا أمر يعني يجب علينا أن لا نحكم على الأمور. حزب الله يبدو أنه يريد الآن أن يتعاطى بصمت وبدون تعليق على الوضع، بانتظار أنا برأيي ما ستكشفه المحكمة من أدلة ومن إمكانيات. على ضوء ذلك يمكن أن ننتظر تصرف أو أداء معين لحزب الله. سيد زهرمان، صمت الحزب على أول جلسة، ما تملكه المحكمة من معطيات وما لا تملكه من إمكانات على الأقل لجلب المتهمين للمحاكمة وسوقهم أمام المحكمة، هل يعني ذلك بأنها ستكون سياقا طويلا زمنيا يعني بعيد المدى؟ سأترك لك الإجابة على هذا السؤال، ولكن بعد فاصل قصير نواصل هذه الحلقة من حديث الساعة، فابقوا معنا. كيف كانت تغطيتها إعلاميا؟ نحن أمام دم، موقف سياسي يريد أن توصل هذه الصحيفة أو تلك إلى قارئها. لا أخبر أكيدة فعلا، يعني وضحك مبكي، تفرج على وصلة ردح أو شتائم، إن إحنا نقعد نشتم بعض. كمتابع لعمل الصحافة كيف يجب أن يكون هذا العمل؟ سؤال صعب، يعني كل طرف ينظر لهذه المسألة من زاويته. سبعة أيام رؤية لما تتناوله وسائل الإعلام، كيف ولماذا؟ Okay. In 5, 4, 3, 2, 1, roll.
بصراحة مباشرة، نعم أو لا؟ يا أخي غريبة هذه الأسئلة حقك. إذا نوقشت في هذا الموضوع كيف سترد؟ هذا مرفوض، هذا مرفوض. هل هي زيارة موجهة من الملك؟ لست مضطرة أن أجيب على هذا السؤال. قلت بالك للتو يعني. لا لا، بلا قيود على شاشة بي بي سي. أعود إليك سيد زهرمان، يعني أريد تعليق عن ما قاله السيد قاسم بأنه من مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة توريط حزب الله، وأيضا أريد أن أسمع منك، هل يمكن أن تكون هذه المحاكمة سياقا طويل المدى لا نعرف نهايته بالقريب العاجل؟ ليس هناك شك بأن طبعا يعني مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل أن يكون هناك تورط لحزب الله في عمليات الاغتيال السياسي التي تحصل في لبنان أو حتى النظام السوري، ولكن هذا لا ينفي أبدا أن هناك إمكانية أن يكون حزب الله متورط وأن النظام السوري متورط بهذه العمليات. لا يعني أبدا بأن رغبة إسرائيل بتورط حزب الله لا ينفي أبدا إمكانية تورطه. من الناحية الأخرى، هذه المحكمة نحن نعلم بأن المحاكم الدولية هي محاكم بطيئة وتأخذ الكثير من الوقت، ولكن هذه المحاكم تصل بالنهاية إلى الحقيقة، وتصل من خلال التجارب تصل إلى جلب المتهمين لمقاضاتهم. وأنا أعتقد بأن حزب الله الآن يتغاضى عن موضوع المحكمة ويقول بأنها محكمة مسيسة ومحكمة أمريكية ومحكمة صهيونية، والجديد الآن بأنها أصبحت محكمة تكفيرية. لا يمكن أن يبقى بهذا المنطق، يعني أن يبقى متغاضيا عن موضوع المحكمة، لأنه سيأتي يوما يصبح حزب الله متهما بالتغطية على المتهمين، لأن حزب الله هو الآن يحمي بالإعلام المتهمين المطلوبين للعدالة أمام المحكمة الدولية، ولكن إذا ثبت لدى المحكمة الدولية بأن هناك أن هذا الحزب هو فعليا يحمي هؤلاء المتهمين على الأرض، يصبح هذا الحزب طيب متهما. سيد زهرمان، مقابل هذا الكلام نسمع هم كلام من سياسيين لبنانيين يعني يطالبون فريق الرابع عشر من أذار بالتروي وعدم استخدام هذه المحكمة للثأر، وأخذ بعين الاعتبار المستجدات الإقليمية والدولية، وبأن الظروف التي كانت تحكم في عام 2005 لم تعد هي كذلك. أنا أرفض هذا المنطق، أرفض منطق بأن أن الوصول إلى العدالة سيكون على حساب الاستقرار. العدالة هي التي تؤمن الاستقرار، الوصول إلى الحقيقة هي التي تؤمن الاستقرار، معاقبة الذين يخلون بالاستقرار هو الذي يؤمن الاستقرار. نحن مع التروي ومع التعاطي بحكمة مع هذا الموضوع ومع التسليم للمحكمة لكي تكون الفصل بين القتيل والقاتل، ولكن لا يمكن أبدا أن نقول بأن يجب أن نتغاضى عن العدالة لأن هناك خوف على الاستقرار. ولكن سيد زهرمان، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة وما يسمى انقساما عموديا بين السنة والشيعة في لبنان وفي المنطقة، يعني يخشى أن يكون الاتهام لأشخاص يفهم وكأنه اتهام لفئة معينة أو لفريق معين داخل لبنان. بداية أحب أن أشير بأن سير المحكمة هناك سير على خطين. أولا الخط الأول هو خط يعني إصدار الأحكام وتوجيه الاتهامات، والخط الثاني هو معاقبة هؤلاء المتهمين. نحن ما نسعى إليه الآن هو الوصول إلى الحقيقة ومعرفة من كان وراء هذه الاغتيالات. أما فيما بعد كيفية الوصول إليهم لاستجلابهم ومعاقبتهم، هذا أصبح موضوع آخر وربما يأخذ بعض الوقت، ولكن المطلوب نحن كلبنانيين المطلوب هو أن خلال عشرات السنوات
كان يحصل الاغتيال السياسي في لبنان، ومن ثم من بعد الدفن الناس تنسى كل تنسى هذا الاغتيال، والقضاء لم يكن يجرؤ على التعاطي مع هذه الاغتيالات او فتح اي تحقيق. طيب. الان نحن في مرحله جديده، مرحله اصبح الاغتيال السياسي لم يعد المجتمع الدولي يتغاضى عن هذا الاغتيال. طيب. سيد زهرمان، أريد أن أسمع من السيد قاسم. سيد قاسم، تعليق على ما ذكره السيد زهرمان فيما يتعلق بأنه من يحمي القاتل وكأنه هو أيضا يعني يشارك في الجريمة، وكان في كلام لسيد الحريري أيضا. أنا أتكلم بالمفهوم القانوني. بالمفهوم القانوني. في كلام للسيد الحريري سأنقله حرفيا: المحكمة انطلقت ومسار العدالة لن يتوقف، حماية المتهمين، من يرفض هذه المحكمة هو جريمة تضاف إلى الجريمة الأساسية. ما تعليقك على هذا الكلام؟ أنا برأيي علينا الانتظار قليلا قبل إطلاق الاتهامات الكاملة أو توصيف المسائل. حتى الآن هذه المحكمة تعتبر هؤلاء متهمون والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. طيب، إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يسلم حزب الله هؤلاء المتهمين؟ حزب الله لديه شكوك في موضوع المحكمة الدولية. هؤلاء يعني المسؤولين طبعا هم غير معروفين باستثناء مصطفى بدر الدين، أحد يعني القياديين المعروفين. حزب الله ليس لديه أي اطمئنان لأن يسلم أحد كوادره أو أحد قادته لمحكمة من غير الواضح هي مع من تتعاون مع إسرائيل، مع أمريكا. لاحظنا أنه قبل أسبوع تقريبا تم تسريب إحدى الوثائق لجريدة يدعوت الإسرائيلية يدعوت أحرنات. هناك تخوف دائم عند حزب الله أن إسرائيل تستغل المحكمة لتحقيق بعض مآربها. طيب. لتحقيق طيب بالمقابل إذا بدنا يعني سيد قاسم إذا بدنا نعتمد هذا كمعيار، سيد قاسم إذا كنا سنعتمد طيب تسريب المعلومات كمعيار على عدم حيادية المحكمة، كمان في معلومات عن الشهود وأسماء الشهود سربت إلى جريدة الأخبار، ومعلوم أنه جريدة الأخبار هي يعني قريبة من حزب الله. هذا زاد الشكوك عند حزب الله وعند عدد نسبة من اللبنانيين أن هذه المحكمة، بعض قضاة هذه المحكمة أو المحققين باعوا المعلومات لأشخاص ثمن أموال. هذا يعني كان في نوع من شك، وحتى تم استقال عدد من مسؤولين في المحكمة وعدد من القضاة. كل ذلك وضع علامات استفهام. لكن أنا برأيي الآن يعني بعد انطلاق عمل المحكمة، موضوع الشكوك أو ذلك يمكن أن نضعها جانبا الآن، لكن ما الذي ستقدمه المحكمة؟ أنا برأيي يعني سواء أستاذ خالد زهرمان أو قادة المستقبل مفروض التعاطي بهدوء مع الأمور. نحن لا نقول لا نريد العدالة، نحن نريد العدالة، نريد الحقيقة، لكن عدم استباق الأمور وعدم وضع الجو يعني بنوع من تصعيد الآن. نحن ننتظر من انتظر 8 سنوات منذ عام 2005 حتى اليوم، يمكن أن ينتظر كذلك سنة أو سنتين حتى يعرف ماذا ستؤدي إليه المحكمة. أما الآن قول أن حزب الله يتهم القتلة أو يتهم، حتى الآن هؤلاء متهمون. طيب. هؤلاء، ولكن سيد قاسم يعني قد لا. يقول القائل أنه من انتظر 9 سنوات عليه أن ينتظر أيضا سنتين يعني أو 3 يعني حتى تنتهي المحكمة، يمكن أن يكون يعني من قتل أبنائهم قد هم توفوا أيضا. على كل الأحوال أتوجه إلى سيد الهادي. سيد الهادي، ما هي الأدوات التي يمكن للمحكمة أن تستخدمها من أجل تنفيذ الحكم أو جلب المتهمين للمثول أمامهم؟ هل يمكن أن يكون هنالك عمليات خاصة على غرار جلب المتهمين في يوغوسلافيا؟ أولا هناك مسألة حقيقة خطيرة جدا هنا في هذا الموضوع. إذا ما تبت تورط هؤلاء الأشخاص فبكل تأكيد سيكون هناك أيضا أو ستكون هناك مسؤولية أيضا على حزب الله، ومن هنا أيضا ستكون هناك إشكالية كبيرة جدا، لأن القضاء الجنائي الحديث
القضاء الجنائي الدولي الحديث أيضا لم يعد يعتد فقط بالمتهمين، وإنما أيضا يبحث في مسؤولية من كان وراء المتهمين. أيضا بكل تأكيد في القانون الجنائي الدولي بالنسبة للشركاء يعتبروا كأنهم أطراف أساسية في القضية، فإذا ما تبت تورط هؤلاء الخمسة الذين وجه إليهم الاتهام بكل تأكيد سيرجع فيما بعد الاتهام إلى حزب الله ولربما أشخاص آخرين، وسوف لن نحن الآن في بداية جلسات المحكمة لربما ستوجه اتهامات لأشخاص آخرين. طيب. أما كيف لها المحكمة إن كانت قد اتخذت يعني قرارا أو حكما، كيف لها، ما هي أدواتها لتنفيذ أحكامها؟ أولا هذه إشكالية كبيرة جدا في بالنسبة للقضاء الجنائي الدولي الحديث، حيث أن ليس للمحكمة بوليس خاص، لا للمحكمة الجنائية الدولية ولا للمحاكم التي شكلها مجلس الأمن، ومن هنا كان التعاون الدولي أساسا وخصوصا بأن محكمة الحرير ومحكمة لبنان هي تتبع في واقع الأمر مجلس الأمن، ومن هنا لربما قد تتخذ بعض القرارات من مجلس الأمن بما فيها لربما إلزام الحكومة اللبنانية أو لربما إجبار دول المجتمع الدولي بالتعاون بالقبض على المتهمين، ولكن كل ذلك سيواجه صعوبة من ناحية التطبيق، لأن طالما أن حزب الله ما زال لديه القوة وأيضا ليحمي هؤلاء الأشخاص أو إن كانوا جزء منه، فبالتالي ربما سيكون هناك صدام ولربما هذه الأحكام سوف لن تنفذ، سنقف هناك عائق كبير لتنفيذ هذه الأحكام. ولكن في جميع الأحوال كما ذكر النائب الضيف حيث ذكر نحن ما يهمنا هو الآن الوصول إلى العدالة، وأيضا حتى لا يكون الاغتيال السياسي دون عقاب، أي بمعنى أن الاغتيالات السياسية التي تتم في بعض البلدان بما فيها لبنان وأكثر اغتيالات حقيقة حصلت بلبنان، هذه الاغتيالات ليست هناك أي عدالة متابعة لهم. وفي جميع الأحوال أنا أعتقد أن المجتمع الدولي سوف يتخذ في حال صدور أحكام بالقبض، لكن أن يرسل فرق عسكرية أو قوات خاصة، المحكمة ليست لديها القدرة وليس لها الاختصاص، المحكمة فقط هنا ستصدر أحكام. هنا أريد أن أسمع من السيد زهرمان، يعني سيد زهرمان، ما أهمية هذه المحكمة إن أصدرت أحكاما ولكن لا تستطيع أن تضع من صدرت بحقهم الأحكام في قفص الاتهام وتنفيذ الحكم بحقهم؟ هذه نقطة. ونقطة أخرى، إن كان هدف هذه المحكمة كما قيل عند تأسيسها وقف الاغتيالات، منذ أسابيع اغتيل يعني محمد شطح، هل يعني ذلك، ألا يثبت ذلك بأن هذه المحكمة فشلت في أهدافها؟ سيدتي، أن قوانين السير لا تمنع أبدا حوادث السير، لا يعني أبدا أن إذا كان هناك قوانين جزائية وهناك محاكم لا يعني أبدا أن هذه المحاكم ستنهي كل الجرائم وكل التجاوزات، ولكن المهم أن نصل إلى آلية لكي نضع الإصبع على الجرح ونقول بأن هذا متهم وهذا من اغتال وهذا من قتل، لكي إذا فكر مرة أخرى بعملية اغتيال يعيد يفكر ويحسب الحساب. أما في موضوع المحكمة، السؤال الأول الذي سألتي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام بالمتهمين، تنفيذ الأحكام يعني ليس خفيا بأن جلب المتهمين ليس بالأمر السهل، ونحن نعلم بأن المتهمين بمحكمة يوغوسلافيا يعني أخذ الكثير من الوقت، وربما آخر متهم تم إلقاء القبض عليه منذ سنتين أو ثلاث سنوات، فنحن ما نصب إليه الآن هو الوصول إلى العدالة. أما كيفية إيجاد الآلية الكفيلة بحماية بجلب المتهمين هذا أمر آخر، وحتى أن الفريق الذي يحمي المتهمين هل هذا الفريق سيستمر بنفس القوة وبنفس الغطرسة التي هي لديه الآن؟
طيب. امر اخر احب ان اشير اليه، نحن بالمعطى بالمفهوم القانوني هؤلاء الاشخاص هم حتى الان هم ابرياء وحتى تثبت ادارتهم هذا بالمعنى القانوني، ولكن نحن نتكلم بالسياسه. وعندما نتكلم بالسياسه انا احب ان اشير الى نقطه، ونقطه مهمه جدا. نحن نعلم بان موضوع الاتصالات والمعطيات، معطيات الاتصالات التي هي العمود الفقري في الأدلة التي سيقدمها الادعاء أمام المحكمة، هذه المعطيات المختصة بالاتصالات من كشفها هو أحد الضباط، ضباط قوى الأمن الداخلي، ويدعى وسام عيد. ومن المفارقة أن هذا الضابط استشهد بعد أسبوع من تسليم هذه المعطيات إلى المحكمة الدولية. هناك الكثير من المؤشرات التي تدعونا إلى توجيه الاتهام وتأكيد الاتهامات التي توجهها المحكمة الدولية، ولكن بالمعنى السياسي. طيب. أما بالمعنى القانوني فيجب أن ننتظر. سيد حسن قصير بتقديراتك، يعني بالمعنى السياسي سيد حسن قاسم قصير بتقديراتك، لماذا لا يقوم الحزب يعني بتسليم هؤلاء المتهمين ليبرئ نفسه؟ أم أن الحزب يعتمد على أن هذه المحكمة ستطول، وإلى حد الآن ليس هنالك آليات لجلب المتهمين، ويعني بانتظار أن تتغير الظروف وتتبدل الظروف الإقليمية والدولية ما يسمح بتسويات جديدة قد تؤدي إلى إجهاض عمل هذه المحكمة؟ أنا أود أن أذكر يعني أستاذ خالد سهرمان أنه في البداية عندما حصلت عملية الاغتيال تم توجيه بالمعنى السياسي وبحسب تم توجيه الاتهام إلى سوريا، وتم اعتقال 4 ضباط لبنانيين وتم وضعهم في السجن لمدة 3 سنوات، ثم تم إطلاق سراحهم. شكرا. ثم تم تبرئة سوريا من قبل سيد قصير، أليس ذلك دليلا أنه هذه المحكمة لديها آليات تصحيح المسار والمصير؟ يعني تم إطلاق سراح الضباط الأربعة. إيه، لأن أنا فقط أود أن أضع قاعدة أنه لا يمكن على ضوء المعنى السياسي أو القاعدة السياسية توجيه اتهام ومن ثم تغيير قاعدة الاتهام. هذه المسألة نحن أمام محكمة يجب أن ترتكز على معطيات حقيقية وليس اتهام سياسي أو ربط أحداث بأحداث. أما بالنسبة لتسليم، طبعا حزب الله يعني منذ أن بدأ لديه شكوك حول آلية عمل المحكمة وحول بعض المحققين وتعاون بعض المحققين مع جهات إسرائيلية وأمريكية، لم يعد لديه أمان أو اطمئنان لهذه المحكمة. كيف يسلم يعني بعض كوادره لهذه المحكمة؟ طب كيف يمكن لحزب الله أن يطمئن اللبنانيين أو يطمئن من لديهم شكوك أنه هو متورط؟ تسليم هؤلاء ألا يمكن أن يخلي سبيل أو يلمع صورة الحزب لدى من يتهمونه؟ يعني نحن جميعا نريد أن نطمئن، يعني هذا الإطمئنان يرتبط بشيء أساسي بما ستقدمه المحكمة من أدلة صلبة، يعني بالتعبير القانوني أدلة قوية. إذا أنا برأيي هذا الأمر هو الوحيد الذي يمكن أن يطمئن الجميع. حتى الآن ما قدم من أدلة كلها أدلة ظنية، يعني حتى مجموعة الاتصالات، الهواتف، من يعرف أن هذه الهواتف ماذا كانت تفعل؟ يعني كانت تتواصل وتراقب يمكن حسب ما قيل اليوم، لكن من، هل هناك جهات أخرى دخلت على الخط استغلت هذا الأمر ونفذت عملية الاغتيال؟ حتى الآن لا يوجد لدينا حتى الآن أدلة صلبة. أنا برأيي نحن نحتاج لوقت انتظار. مسألة أخرى يعني بالموضوع السياسي، يعني كما حصل، أنا برأيي يعني هذا أمر حصل سابقا، يعني كان في اتهام لسوريا، عندما تم رفع الاتهام لسوريا لم يتم رفعه من قبل المحكمة، تم رفعه من قبل قادة تيار المستقبل، قائد تيار المستقبل، بسبب أن السعودية كانت تعمل للمصالحة بين الشيخ سعد الحريري وبين سوريا. وعندما ذهب الشيخ سعد الحريري إلى سوريا ونام في قصر المهاجرين في سوريا أصدر تصريحا أنه لم يعد يتهم سوريا. يعني الاتهامات كانت مبنية على بعد سياسي وتم التراجع. لذلك أنا تقديري، ما أدري هلأ ماذا سيحصل في السنتين المقبلتين، لكن عادة يعني في كتير قضايا
تأتي بالسياسة وتذهب بالسياسة. وهنا أتوجه للسيد زهرمان، يعني هنا أريد تعليق من السيد زهرمان. سيد زهرمان عندما يقول المدعي العام اتهام أعضاء من حزب الله لا يعني توجيه الاتهام لحزب الله، ألا تفتح هذه العبارة طبعاً الباب يعني من أجل مخارج جاهزة لتسويات قد تكون مستقبلية؟ لا لا أبدا، يعني في قانون تأسيس المحكمة، المحكمة تتعاطى مع أشخاص وأفراد ولا تتعاطى مع دول وأحزاب. فهي توجه الاتهامات إلى أشخاص وأفراد. أريد أن أعلق على بعض النقط. النقطة الأولى هي المشكلة بيننا وبين حزب الله أنه لا يقبل بآلية تحكيم بيننا في موضوع، في مواضيع خلافية بيننا وبينه. يريد أن نفصل محكمة على قياسه، وهذا أمر غريب. أنا عندما أكون متهم بأي أمر، هل لي الحق بأن أقول للقضاء أريد أن أرى الأدلة التي لديك ومن ثم أحكم إذا كنت أريد أن أمثل أمام هذه المحكمة أم لا؟ طيب هذا بس سيد زهرمان، يعني أنت معتبر أنه هو متهم، لكن الحزب لا يعتبر نفسه متهما. الحزب ينفي هذه الاتهامات ويعتبر بأنه المحكمة نحن نتكلم عن الأشخاص. ما هي المرجعية؟ القضاء اللبناني غير قادر على التعاطي مع هذه الأمور، ونحن نعلم بأن حصلت عمليات اغتيال سياسي في لبنان والقضاء اللبناني لم يجرؤ على فتح تحقيق، وهناك الكثير من الأمثلة. النقطة الثانية بموضوع الاتهام السياسي، طبعا نحن لنا ملء الحرية بموضوع الاتهام، ولكن في النهاية القضاء هو الذي يحكم. أما الكلام على أنه نحن وجهنا الاتهام السياسي إلى سوريا ومن ثم برأنا سوريا ووجهنا الاتهام إلى حزب الله، هذا كلام غير صحيح. سوريا ما زالت متهمة بالنسبة إلينا، والضباط الأربعة التي تم الإفراج عنهم ما زالوا متهمين. طيب. أخرجوا وتم الإفراج عنهم ليس لأنهم أبرياء، لأن لم تتوفر بعض الأدلة الكافية لاتهامهم. طيب. ولم يتم كف ملاحقتهم، فمن المحتمل أن يتم وتوجيه اتهام لهم في المستقبل. طيب اللواء جميل السيد كان حاضر اليوم يعني خلال جلسات المحاكمة. طبعا، وأنا أطلب من حزب الله أن يكون حاضر في هذه المحكمة، وأن كان لديه معطيات يقدمها إلى هذه المحكمة. هناك مكتب الدفاع وهناك آليات في هذه المحكمة لكي يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم. إذا كان حزب الله يعتبر بأن هؤلاء الأشخاص بريئين وليس لهم علاقة بعملية الاغتيال، فليتفضل إلى قاعة المحكمة ويدافع عنهم. أما توجيه الاتهامات عن بعد والقول بأن هذه المحكمة مسيسة وهذه المحكمة إسرائيلية وهذه المحكمة صهيونية، والغريب هنا، طيب الغريب سيد، بأن الذين يتم اغتيالهم هم من فريق 14 أذار. طيب سيد وهؤلاء متهمين من قبل حزب الله بأنهم عملاء للصهاينة وأمريكا. فكيف سيد زهرمان في اغتيالات أيضا جرت في لبنان يعني قيادات من حزب الله، وجرت وبعض منها جرى مؤخرا. على كل الأحوال سأعود إليك، ولكن أريد أن أسمع من السيد الهادي. سيد الهادي، عندما يكشف أسماء بعض الشهود من قبل بعض المصادر ويعرض ذلك حياة هؤلاء الشهود للخطر، هل يؤثر ذلك على مسار المحاكمة؟ ماذا لو تراجع بعض هؤلاء الشهود خوفا؟ هل يعني ذلك يضرب مصداقية المحكمة لأنه يفقدها عناصر أساسية لتوجيه الاتهام؟ في الواقع لقد اتخذ القضاء الجنائي الدولي، وعلى سبيل المثال المحكمة الجنائية الدولية وأيضا المحاكم التي شكلها مجلس الأمن، بأنه يجب أن توفر الحماية والضمانات لمن هم يكونوا شهود. ولقد عرض على بعض الشهود بما فيهم أيضا في هذه المحكمة، محكمة الحريري، على أن تعطى ليهم أيضا جنسيات أخرى، وأن يوفر لهم اللجوء السياسي لدى دول أخرى حتى يستطيعوا أن يقدموا شهادتهم بحرية مطلقة. ولكن في جميع الأحوال في حالة ما أن شاهد يرجع عن الإدلاء بالشهادة، هذا طبعا مسألة أيضا اللي ربما قد لا يعتد بها القضاء،
لأنها شهادة أيضا الرجوع في الشهادة هو مسألة موجودة في القانون الجنائي وأيضا حتى بالقانون الجنائي الداخلي. فبالتالي ولكن في جميع الأحوال حسب ما هو مدرج عليه الآن بمحكمة الحريري أن بعض الشهود لقد أعطى أو أعطيت لهم بعض الضمانات السياسية وأيضا بعض الضمانات اللجوء السياسي. يعني في إمكانيات أمنية لحماية هؤلاء الشهود سيد الهادي؟ هل تمتلك المحكمة؟ طبعا بكل تأكيد المحكمة تتعاون مع مجلس الأمن، ومجلس الأمن يتتبعه جميع دول العالم، ومن تم بإمكانه أن يوفر الحماية لجميع الشهود كما هو يوفر الحماية للقضاء ويوفر الحماية للادعاء وأيضا سيوفر الحماية أيضا للدفاع. فبالتالي المحكمة هي تتبع مجلس الأمن، وأيضا حتى نفقات المحكمة وإن كان فيها جزء أيضا من لبنان وبعض الدول الأخرى، ولكن في نهاية الأمر إن هذه المحكمة تخضع لحماية مجلس الأمن والشهود من تم يخضعوا للحماية. يعني لدي دقيقتين فقط على نهاية البرنامج. سيد قاسم قصير، هل سيكون لبدء الجلسات أي تداعيات على تشكيل الحكومة اللبنانية؟ لسيما وبدأنا نسمع أنه في حلحلة في هذا الملف. يعني حسب معلوماتي أن تشكيل الحكومة يعني يتم بشكل طبيعي، وأن هناك يعني في الأيام القليلة المقبلة قد تحصل أخبار إيجابية، وأن ليس هناك علاقة ما بين سير المحكمة وعملية تشكيل الحكومة، لأن هناك قرار تم الاتفاق عليه بتشكيل الحكومة على قاعدة 8-8-8. يمكن تم تأجيل بعض التفاصيل من أجل يعني انتظار انطلاق المحكمة. طيب لكن البعض يربط بين تراجع حزب الله عن الثلث الضامن والمحكمة بأنه يريد أن يضمن نفسه من خلال الحكومة اللبنانية. أنا حسب معلوماتي أن ما حصل ليس فقط ليس مرتبطا بالمحكمة، مرتبط بمجموعة معطيات. حزب الله وحركة أمل اعتبروا أن لبنان يتعرض الآن لمرحلة خطيرة خصوصا على المستوى الأمني من خلال التفجيرات، وأن من مصلحة الجميع التوافق على تشكيل حكومة حتى لو اقتضى ذلك تقديم تنازلات عن مطلب الثلث الضامن، وأن هذا هو يعني السبب الرئيسي، أن هناك خوف لدى حزب الله وحركة أمل بالذات من أن لبنان سيتعرض بالأيام القليلة المقبلة كما حصل اليوم في الهرمل لمجموعة تفجيرات ضخمة، وأن هناك مصنع في مدينة يبرود السورية يجهز عدد من السيارات المفخخة. لذلك حزب الله يعتبر من مصلحة الجميع استعجال في تشكيل الحكومة. شكرا لك. وليس الموضوع متعلق بالمحكمة الدولية. شكرا لك. دهمني الوقت في هذه الحلقة، نصل إلى نهايتها. في النهاية لا يسعني إلا شكر ضيوفي من بيروت خالد زهرمان النائب البرلماني عن تيار المستقبل، ومن بيروت أيضا قاسم قصير، ومن طرابلس الليبية الدكتور هادي شلوف. إلى اللقاء في حلقة مقبلة الأسبوع المقبل.